قبل ما نبدأ جولتنا على الأخبار الثقافية والفنية، بنتوجه بالتعازي إلى منطقة زحلة وأهاليها، إلى الجسم السياسي بوفاة ورحيل الوزير والنائب الياس سكاف يلي توفي امبارح من بعد مرض عضال بمستشفى الجامعة الأمريكية. طبعا لف الحزن عروس البقاع زحلة بفقدان الوزير والنائب السابق الياس جوزيف سكاف يلي ولد عام 1948 بقبرص، عاش طفولته بنيوزيلندا وتلقى تعليمه الثانوي بمدرسة شارل سعد بشويفات، أما الجامعي فكلية الهندسة الزراعية بالجامعة الأمريكية ببيروت يلي تخرج منها عام 1975. انتخب نائب بالبقاع بدورتين 92 و96، ثم نائب عن زحلة والبقاع الأوسط بدورتي 2000 و2005، كما عين وزيرا للصناعة بحكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بال2003 وال2004، ووزيرا للزراعة بحكومة الرئيس الراحل عمر كرامي بسنة 2004، وفي حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بال2008 و2009. الياس سكاف متزوج من ميريام جبران طوق وعندهم ولدين هن جوزيف وجبران. منعزيهم طبعا، منعزي عائلته الصغيرة والكبيرة، منعزي أهالي زحلة بفقدان النائب والوزير السابق الياس سكاف. أخبارنا الثقافية رح نبداها مع مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية باف بنسخته الأولى يلي بيعرض 25 فيلم وثائقي حول الفنون من الهندسة المعمارية، السينما، الرقص المعاصر، الغناء، التصوير وغيرها. تم اختيار الأفلام على أنه تكون عم تنعرض لأول مرة بلبنان، ومعظمها رح يحكي عن الفنون مثل The Salt of the Earth، ايضا The Mystery of Creation، La Passion Noriev، واللي عم نشوفهم هن مشاهد من فيلم The Salt of the Earth. بذكر المهرجان من 5 ل 8 تشرين الثاني حفل الافتتاح ب 4 تشرين الثاني الساعه 7 بمتروبوليس سوفيل بالاشرفيه، مطرح ما رح بتكون العروض بالاضافه الى بعض الجامعات اللبنانيه. الطو دي بابل لمين دي هو سولومو Little did I know that I was going to discover much more than just a photographer. So one thing I knew already about this Sebastião Salgado. إذن هالفيلم اللي بيحكي عن فن التصوير، أفلام تانية بتحكي عن فنون أخرى. رح تابع مع الأخبار وتحت عنوان مسافات بقدم نادي أصدقاء صوت الشعب أمسية فنية مع الفنان شرب الروحانة مع فرقة مؤلفة من 10 عازفين. إذن رح بقدموا أعمال من أرشيف شرب الروحانة السبت 17 تشرين الأول 7:30 بعد الظهر على مسرح قصر اليونسكو. منتابع مع الأغنية اللي منختارها مثل كل نهار أحد، واليوم الخيار وقع على أغنية لشحرورة صباح يا رب تشتع عرسان، أغنية أدتها الفنانة صباح وهي من كلمات الشاعر شفيق المغربي وألحان الفنان فيليمون وهبي، ومنسمعها سوا. ويا رب تشتع عرسان يلحقني طرطوشي وتفرح أمي والجيران وخبي الأصفر برموشي، تفرح أمي والجيران وخبي الأصفر برموشي. ويا رب تشتي يا رب تشيد الزين 12 شب، يا رب تشتي يا رب تشيد الزين 12 شب، الأول من أرض الرب والثاني من سوق الغرب والثالث من علم الشعب والرابع من مغرب مشي والخامس من بيت الدين والسادس من تنزيل
إذا هيدي كانت الصبوحة اللي صبحنا فيها اليوم بهالأغنية الحلوة. رح ننتقل إلى اتصالنا مثل كل نهار أحد كمان مع وردة لنعرف أكثر اليوم شو بيتضمن مجالس بالأمانات. مرحبا. مرحبتين وصباحكم. صباح الخير. اثنين جوال يعطيكم ألف عافية. مرسي. أما عن عناوين المجالس بالأمانات فأولا للحراك نقول سقط القناع، البلد مش مشاع. وبين العناوين تخبيص حيص بيص والدستور كبيس. عنوان آخر مواصفات، هل يأتون بإكسترا تيرستر للرئاسيات؟ عنوان أيضا اشتباك تيار مع تيار وأساس المشكل وين طار في الخاص من فضلك عندي سؤال. وسقرت على الخط ترقبوها. أما ضيف المجالس بالأمانات بيير عيسى رئيس مؤسسة أركانسيال، هل من وصفي لقوس قزح يجتاح سما لبنان؟ يا ريت. يعطيكم ألف عافية. وأنت كمان. إلى اللقاء 8:30 إذاعة الشرق. إلى اللقاء. عند جوال وأحوال طرقات. يوم الأحد حركة سيرن المفترض أن تكون كتير خجولة على الطرقات. رح ناخد تفاصيل أكثر مع اتصالنا من غرفة التحكم للمرور. اليوم معنا المؤهل جهاد أبو زكي. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. يعني كيف اليوم الحركة على الطرقات؟ بتشبه مثل كل يوم أحد، ما هيك هيك لازم؟ مثل ما ذكرت حضرتك كل نهار صباح نهار أحد بتكون الحركة خجولة على مداخل بيروت الثلاثة، مدخل الشمالي والجنوبي والمدخل الجبلي بينزل من الجبل بقى. حركة طبيعية وضم شوارع بيروت وهالأثناء أيضا الحركة، الطرقات شبه خالية من السيارات، ما في عجل سير، ما في عوائق لحد الساعة. نعم. أيضا عن حركة السير الصباحية لليوم. نعم. بالنسبة لحوادث السير، نعم، بالنسبة لإحصاءات حوادث السير الخاصة بمركز التحكم للمرور لفترة 24 ساعة المنصرمة، مجموعة 10 حوادث نتج عنهم للأسف 3 قتلى و10 جرحى. اوف، عدد كبير، يعني عدد الضحايا عم بزيد. مرتفع، نعم، هالفترة هالشهرين عم بيرتفع عدد ضحايا حوادث السير. نعم. توزعوا جبل لبنان 4 حوادث قتيل 3 جرحى، الشمال 3 حوادث قتيل 4 جرحى، البقاع حادث قتيل، جنوب حادثين 3 جرحى. نعم. الأسباب بتعود للسرعة الزايدة ومصدر إلهاء. نعم. بالنسبة للرادارات يعني كمان أكيد مرتبطين بعدد الضحايا الرادارات. نعم، عنا مجموع محاضر السرعة الزايدة التي نظمت خلال 24 ساعة أيضا والتي ضبطت على الطرقات اللبنانية، مجموعة 1052 محضر. نعم. من ضمن جبل لبنان والدرك 940 وضمن بيروت 112 محضر. هذه الإحصاءات طبع الرادارات، الصور اللي أخذتهم الرادارات للسرعة الزايدة، السيارات المخالفين بالسرعة الزايدة على الأوتوستراديات والطرقات. نعم. أي تدابير سير رح يتم اتخاذها اليوم؟ نعم، في تدابير سير اليوم حوالي الساعة 11 من تاريخ اليوم بدي نظم التيار الوطني الحر مظاهرة شعبية بمنطقة بعبدة. نعم. تدابير السير الاستثنائية لليوم هي منع مرور السيارات اعتبارا، يعني منعت السيارات اعتبارا من الساعة 7 من تاريخ اليوم لغاية الساعة 15 على الطريق الممتد من الصياد مفرق بعبدة حتى تقاطع سنوبرا والطرقات الممتدة منها باتجاه مستشفى قلب يسوع والقصر الجمهوري. نعم. ومن محلة الصياد أيضا مفرق الهوا تشيكن ومفرق البنك اللبناني الفرنسي باتجاه مستشفى قلب يسوع. نعم. المؤهل جهاد أبو زكي. نعم. أخذ العلم والتقيد بتوجيهات وأرشيد رجال قوى الأمن الداخلي. نعم، يعطيكم ألف عافية المؤهل جهاد أبو زكي. بكرة أكيد نرجع منحكيكم باتصال جديد. فاصل جديد بحلقتنا ومنرجع.